هل أمرنا الإسلام بعبور البحر لمحاربة النصارى؟ إذا هذا ليس غزو الإسلام، هنالك غزو العرب. فتوحات عربية وكانت نكسة على الإسلام. الوصول إلى الأندلس كان تخلفا عربيا؟ تخلفا عربيا. جلست في منطقة 800 سنة لم تترك فيها أثر إلا قصر الحمراء. عد بعضهم دخول العرب في بلاد الأندلس تخلفا عربيا ونكسة في الإسلام، وقال: من الذي أمرهم بتجاوز البحر ودخول بلاد الأندلس؟ قال: 800 سنة لم يتركوا لهم أثرا، 800 سنة دخلوا بالخيل والنفير وخرجوا حفاة على ظهور الحمير. وبعيدا عن العاطفة، إليكم الحقيقة. وجود العرب أيها العربي في بلاد الأندلس لم يكن احتلالا، بل كان حضارة امتزجت فيها الحضارة الإسلامية العربية مع الحضارة الرومانية، حتى فتنت كثيرا من أهل البلاد وسموا بالمستعربين لأنهم شابهوا المسلمين العرب بأخلاقهم وعاداتهم وملابسهم، حتى تسموا بأسمائهم. قال ابن خلدون: لأن المغلوب يحاكي لغة الغالب. الاحتلال أيها العربي هو تدمير مظاهر الحياة بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى. فهل ترك العرب المسلمون دمارا ما زال الناس يحكون خبره؟ أم أنهم حافظوا على البلاد والعباد وحموا دينهم وعقائدهم ومللهم ولم يتعرضوا لهم بشيء، بل تركوا الخيار لهم؟ أين أنت أيها العربي من تلك الاكتشافات الطبية للعرب في بلاد الأندلس والاهتمام بالنبات حتى حولوه إلى عقاقير طبية ما زالت أوروبا تفتخر بها إلى اليوم؟ أين أنت أيها العربي من مظاهر العمران والهندسة والفلك والري الذي ما زالت أوروبا تفتخر به إلى اليوم؟ أين أنت أيها العربي من كل مظاهر الحضارة الإسلامية والتي أضاءت أوروبا في ظل ظلامها الدامس؟ أيها العربي، إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت كسيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل.